مشروع العلاج للسرطان بحبيبات النانو من الذهب والليزر بدأ من أكثر من 6 سنوات بمبادرة من المركز القومي للبحوث بالتعاون مع الأستاذ الدكتور مصطفى السيد. الفكرة ببساطة إن الخلايا السرطانية بتختلف اختلاف بسيط عن الخلايا السليمة لنفس النوع من الخلايا. استطعنا ان احنا نكون حبيبات الذهب في حجم صغير جدا بأبعاد وأشكال وتركيزات مناسبة للحقن في الأورام، ثم نقوم بتغليفها بشكل يسمح انها ترتبط فقط ب الخلايا السرطانية ولا ترتبط بالخلايا السليمة المحيطة بها. الجلسة بتاخد الجرعة حوالي 10 دقائق من الليزر. إذا كانت مساحة الورم كبيرة بنوزع عدة جرعات، بندي لكل منطقة فيها السرطان وحقنها بحبيبات النانو بندي لها جرعة ليزر. فإذا كانت المساحة كبيرة بنقسمها إلى مناطق متعددة لحد ما نغطي كل المنطقة اللي حقنها بالليزر، اللي حقنها بالنانو جول نغطيها بالليزر، بحيث إن كل الحبيبات اللي حقنها تكتسب طاقة الليزر فتسخن فتموت الخلايا السرطانية. إحنا كنا مجربين في نوعين من حيوانات التجارب علشان أحياناً بيكون في فرق في الاستجابة للكائن الحي، وبالتالي لما نشتغل على نوعين مختلفين ممكن أن تظهر لنا بعض النتائج اللي تبصرنا بالمستقبل. هو لازم الحيوان يبقى عنده استعداد صحي أولاً علشان المناعة بتاعت الجسم ومقاومة الجسم هي الأساس في مدى الاستجابة. يعني الحالات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بتبقى الاستجابة 100%، ما بين الثالثة والرابعة بتبقى اللي هي ما بين 70 أو 50 ل 70%. الحالة اللي قدامنا دلوقتي دي كانت حالة تعاملنا معها من أسبوعين، كان الورم حوالي 5 سنتي في 6 سنتي وكان مفتوح يعني بصورة كبيرة. حقناها الحمد لله، دلوقتي هو الورم مخسس 50% من الحجم بتاعه، وحتى الشفة بتاعت الورم نفسه قفلت الحمد لله، وحنديها وديناها دلوقتي جرعة تانية وحنبدأ إن شاء الله نعرض للليزر. الحجم بتاعها أقل عن المرة اللي فاتت، قدرنا في خلال السنة دي ان احنا نشتغل على 15 حيوان، تم شفاء 50% من الحيوانات تقريبا، شفاء تام من السرطان في خلال اسبوعين وبجرعة واحدة. لو اتكلمنا على الشفاء الشبه التام اللي هو ما بين 75 و80%، فالنسبة بتتعدى ل 80% من الحالات. حتى النسبة البسيطة اللي هي 20 ل 25% اللي لم ما استجابتش استجابة كاملة، اللي هي أقل من 50%، فالمرض وقف عند الحالة اللي بدأنا عليها ولم يتطور، يعني ما كانش في أي تطور بعد كده من في المرض. يعني عندنا مؤشرات تقول إن مفيش تأثيرات سلبية كتير في الآثار المزمنة، ودي كلها عوامل تطمئننا. وعشان كده إحنا كفريق بحثي مستعدين ان احنا يوجه لينا اي نقد، من نقد علمي من المتخصصين يقولوا لنا ناقصكم كذا، مستعدين ان احنا نعمله، وده هيفيدنا. انا خليت ده هنا فوق كده، تمام، عايز ماشي. كان هنا مكان الورم ودلوقتي بقى طبيعي جدا، ودلوقتي عدى عليه سنه والحمد لله بصحه سليمة وزي الفل إن شاء الله.
من البداية خالص من أكتر من 6 سنوات وإحنا عنا في النهاية على التطبيق على البشر، وبالتالي لم نقوم ولن نقوم بالتجريب على البشر إلا بعد الاطمئنان وأخذ الموافقات من الجهات المسؤولة لإعطاء هذا العلاج للبشر.